تحية طيبة مشاهدينا الأكارم، نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من الآخر. المكونات الجنوبية اصطفت واجتمعت على قلب رجل واحد لاستعادة دولتها الجنوبية كاملة السيادة. فئة قليلة هي التي رفضت هذا الاجتماع. هذه الفئة للأسف هي من المكونات الحضرمية، اجتمعت وشكلت لها مكونا جديدا آخر، اجتمعت في الرياض. هذه المكونات الحضرمية تنتمي لعدد من الأحزاب اليمنية المنتهية، بالتحديد حزبي المؤتمر والإصلاح، إضافة إلى بعض رجال القبائل الحضرمية الذين لهم ولاءات لأحزاب سياسية مرتهنة للشمال. هذه المكونات التي اجتمعت في الرياض شكلت عددا من اللجان ناقشت حضرموت وما أدراك ما حضرموت هو المتغنى به. هم يتغنون بالبحث عن حقوق ومستحقات حضرموت في العملية السياسية القادمة، ولكن للأسف وبحسب الشارع الجنوبي كامل هذه المكونات تسعى لمصالحها الشخصية فقط وتنفذ أجندات أحزابها السياسية المنتمية لها. طبعا هذه الأحزاب السياسية مشاهدينا الأكارم، طبعا تتكون هذه المكونات القبلية والشخصيات الحضرمية لعدد من المكونات والأحزاب السياسية المرتهنة للشمال. طبعا مخرجات هذا الوفد الذي في الرياض لم تلبي تطلعات أبناء حضرموت ولا حقوق حضرموت الذين يتغنون بها. في بيانهم الختامي لم يذكروا حتى المنطقة العسكرية الأولى الجاثمة على أبناء وادي حضرموت والحاضنة للإرهاب، مثل ما شاهدتم جميعا المنطقة التي احتضنت حتى القيادات التي هربت من محافظة شبوة بعد التمرد العسكري على محافظة شبوة، احتضنتها قيادة المنطقة العسكرية الأولى. هذه المنطقة خروقات كثيرة آذت المواطنين حتى على مسيرة عيشتهم اليومية في محافظة حضرموت. أيضا لم تتحدث هذه المكونات عن حقوق حضرموت، وهي الملف الأبرز حاليا بعد المعترك السياسي الذي شهدته المحافظة، وهو ملف منفذ الوديعة. إضافة إلى ذلك لم يتطرق هذا الاجتماع أيضا لفرض النخبة الحضرمية وبسط كامل نفوذها على كافة الأراضي في حضرموت. هذا المكون السياسي الذي اجتمع في الرياض ليس المكون الوحيد، هناك مكون آخر اجتمع في الرياض بقيادة عضو هيئة رئاسة المجلس أو عضو المجلس الرئاسي ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن فرج سلمية البحسني. التفت حوله العديد من المكونات الحضرمية، طبعا هناك وفود حضرمية من الساكنين في الخارج. هذا الوفد الذي التقى به اللواء الركن فرج البحسني هو أظهر تجمعا أقوى لأبناء حضرموت في الرياض. طبعا هذا الوفد لم يكن جميع المنتسبين إليه الذين حضروا هذا اللقاء لم يكونوا من أحزاب سياسية، وإنما اجتمعوا على طاولة واحدة لأجل حقوق حضرموت. هذه أيضا المكونات السياسية التي اجتمعت رفقة اللواء البحسني كانت تندد وتطالب بحقوق حضرموت. لماذا لم نرى أي تكاتف هناك من قبل المكونين في الاجتماع والخروج برؤية موحدة؟ السبب في ذلك برأي الشارع الجنوبي أن المكون الأول وهو المكون المنتمي لأحزاب الخاضعة للشمال هم يسعون لتنفيذ أجندات أحزابهم وأيضا يسعون للتكسب المادي. الجميع رأى هذه المكونات، قد اجتمعت بعض المكونات منهم من قبل، اجتمعوا أكلوا واستلموا ما كان به من بعض الأحزاب التي تبقي الشتات لحضرموت، خاصة الأحزاب الشمالية تبقي على تشتت المكونات الحضرمية. يضرهم هذه المكونات الاجتماع الحضارم على طاولة واحدة، والاجتماع والخروج برؤية موحدة تجعل المحافظة في مصاف المحافظات المتقدمة وعلى سبيل أو في خطى وسبيل مجلس الانتقالي الجنوبي في استعادة الدولة الجنوبية القادمة. الزملاء في طاقم البرنامج عدوا لنا هذا التقرير، نتابع التقرير ثم نعود إليكم.
تشكل حضرموت خاصرة مهمة لنتاج العمل السياسي نحو مشروع استعادة الدولة، ونظرا لأهميتها الجيوسياسية حج إليها الطامعون منذ احتلال 94 لتصبح المحافظة كما يعبر عنها أبناؤها بالبقرة الحلوبة، يؤخذ منها ولا تعطى. على أكثر من 30 سنة مريرة قضتها المحافظة في كنف مشروع الوحدة اليمنية، ونتاجها متخلفة في كل مناحي الحياة. تتشارك الأدبيات بين قادة حضرموت ومكوناتها البارزة مع الاتجاهات السياسية الواضحة للمجلس الانتقالي الجنوبي بتمكين أبناء المحافظة في الوادي وإحلال النخبة الحضرمية محل المنطقة العسكرية الأولى التي يجمع الجميع على كونها قوة احتلال، وأعد مراقبون انضمام قيادات حضرمية بارزة إلى جسد الانتقالي عزز من مكانة المحافظة وقوة حضورها في المشهد الجنوبي، وهي دلالة على نجاح سياسة بناء الثقة كنهج يتخذه المجلس الانتقالي طريقا لبناء دولة تشاركية تلغي كل أشكال المركزية التي ذاق الجنوب وحضرموت خلالها وإلى التهميش والحرمان. لكن تساؤلات كثيرة حيرت المواطن، فمع اقتراب الفرج والخروج من دوامة الصراعات السياسية والتوحد نحو رؤية واحدة تنأى بالمحافظة وتمكنها من استعادة حقوقها المنهوبة وتحرير كامل التراب الحضرمي من بقايا القوات اليمنية، إلا أن النزعة الحزبية اليمنية تواصل نخرها في جسد حضرموت المنهك وتسعى لإبقاء حالة التشرذم فيها خدمة لأجندات الشمال كحال المتردية والنطيحة التي اجتمعت في الرياض. حراك سياسي حضرمي حزبي بامتياز انقسم بين مشروعين، وهو ما خلص إليه السياسيون في المحافظة، فهؤلاء الذين اجتمعوا لا يمثلون سوى أحزاب سياسية يمنية من بقايا المؤتمر والإصلاح وقوى قبلية مرتهنة لشرعية اليمننة حملتها التباينات السياسية لتضعها في مقدمة الصفوف. وفي المقابل يتعاظم الحضور الجنوبي على الساحة الإقليمية يوما بعد يوم، ويعتلي الحضارم هرم المشروع الجنوبي ويستمد قادته شرعيتهم من الشعب الملتحم حوله منذ انطلاق شرارة الثورة ورفض الاحتلال اليمني، وهنا ما يراه المجتمع الدولي من قوة إقليمية صادقة لمحاربة الإرهاب، والتي لعبت حضرموت دورا كبيرا وحاسما في كسر مشروع الإرهاب، مما يعطي صورة تكاملية حول تقارب الأهداف والرؤى بين حضرموت والمشروع الجنوبي القائم. يطالب أبناء حضرموت اليوم كل مكوناتها بالوقوف صفا واحدا وعدم الانجرار خلف أصوات واهمة للعودة إلى صنعاء المتحوثة، ففي سداد أفق الوحدة الذي يقف أمامه حراس الإمامة جبلا يعطي الجنوب لحضرموت انفراج نحو انتماء جديد يعليها قدرا، في مقابله سياسة مناورة وانكفاء يقودها المنتفعون لتقدم المحافظة لقمة سائغة لمن لا يستحقها وعلى حساب أبنائها التي تنهب مقدراتهم ليل نهار. شاهدنا وإياكم مشاهدينا الأكارم هذا التقرير، طبعا التقرير تحدث عن الحقوق التي هضمت حضرموت فيها لتبقى حضرموت البقرة الحلوب. استغل الشمال حضرموت واستغل بعض المكونات السياسية في حضرموت للإبقاء على هذا التشتت الذي تشهده المحافظة. القيادة الجنوبية ومع الاصطفاف الجنوبي قبل عدة أيام أكدت على أن حضرموت ظلمت، أن مشروع اليمننا انتهى ولا وجود إلا للمشروع الجنوبي نحو استعادة الدولة الجنوبية. أيضا ما يؤكد على أن حضرموت هي في صف الجنوب وجود المكونات الحضرمية على رأس هرم المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء أحمد سعيد بن بريك، اللواء الركن فرج البحسني، فادي باعوم، عمرو البيض، هناك مكونات أو شخصيات حضرمية على رأس هرم المجلس الانتقالي الجنوبي. حضرموت تتحدث بعض الأنباء عن أن هناك خطوات لتقسيم حضرموت، الشمال أو عفوا وادي حضرموت سيكون بيد الشمال والساحل هو بيكون مع الجنوب. هذه طبعا أحداث تتحدث عليها بعض المكونات. هل نرى أن الشارع
أو أن المكونات السياسية ستسعى إلى هذا التقسيم، ما هو رأي الشخصيات الاجتماعية وكبار الشخصيات الحضرمية من هذه الرؤية؟ طبعا قناة المكلا استطلعت آراء بعض المواطنين حول الوفد الذي في الرياض، نتابع هذا الاستطلاع ونعود مرة أخرى. والله يا أخي المكونات الحضرمية هذا الآن اللي طلعوا يمثلون حضرموت، هذه مكونات لا تمثل إلا نفسها، وكلها مكونات عبارة عن أدوات لغيرهم، يعني لا يهمهم مصلحة المواطن، لا يهمهم مصلحة حضرموت، تهمهم أكثر شيء مصالحهم الشخصية فقط لا غير. سؤال غيره؟ رسالتي أنما هذول الجماعة عليهم أن يستحون من الله عز وجل قبل كل شيء، وأن يتقوا الله قبل كل شيء. والله رأى المكونات الحضرمية أغلبها لمصالحها الخاصة ولمصالح الجهة المعاكس، مش لمصالح حضرموت ولا للجنوب، أغلب المكونات الحضرمية تدعم من أشخاص من الجنوب، يعني بالعربي من قفل الأصلاح، من قفل الشماليين، من قفل هذول أغلب المكونات الحضرمية اللي طلعت السعودية. نصيحة لهم أنهم لا يطلبوا بأي شيء، ونحن عارف أن أحزاب اللي تلعب بالموقف يعني وفلوس تلعب من حق الجنوب رشاوي لناس من الجنوبيين بحيث أنهم يكونوا تابعين لهم وهم يصرفوا عليهم من حقهم ما يجيبوا شيء من برا. بالنسبة للمكونات الحضرمية اللي ذهبت إلى الرياض ما تمثل إلا أنفسها، فحضرموت هي متماسكة ومتناهية الأطراف مع قضية الجنوب الذي يمثلها القائد الأعلى في الهرم المحوري الذي يدور هو المجلس الانتقالي الجنوبي. إنما الأشخاص اللي راحوا إلى السعودية أولا راحوا بدون مطلب رسمي، وبالأمارة أنهم شحنوا في طائرة شحن عادية لغير تقدير، ولذا نحن نقول لهم أن يعودوا إلى الصف ويرجعوا إلى أخوانهم ويرجعوا إلى مصلحة حضرموت. هم ذاهبين لهناك يطلبون أن حضرموت تكون أقليم، فالمجلس الانتقالي جابها أقليم سياسي، فهم يطلبون عن ثروة، فالمجلس الانتقالي جاب نسبة الثروة، فيتكلمون عن مساحة، فهي حضرموت المحور الرئيسي، حضرموت قاطرة وليس مقطورة. إنما في العهد السابق كنا مقطورين، لكن الآن حضرموت تمثل قاطرة رئيسية، من أراد أن يكون معنا فلينقطر بنا. إنما هؤلاء الذي راحوا وقابلوا سعادة اللواء الركن فريس المين البحسني الممثل الرئيسي لحضرموت، وهو نائب رئيس المجلس الانتقالي وعضو هيئة الرئاسة، فهو الممثل الوحيد في المملكة العربية السعودية أو في الاتحاد العربي للتحالف. والله رسالتي لهذه المكونات أقول أنهم يرجعون إلى خط الصواب ويطرحوا أيديهم في أيدي أخوانهم الحضارم، فنحن حضارة، نحن تاريخ، أصحاب حضرموت هم يعتبرون على مستوى العالم الخارجي أو مستوى الإقليم القائم الجنوب، فنحن حضارم، لنا تاريخنا ولنا حضارتنا ولنا أمور نمشي على أسس وسياسيات. لكن هؤلاء راحوا يمثلوا أن يريدون يشقوا الصف، يريدوا أن حضرموت تتشتت، يريدوا أن حضرموت تفضل تحت ضغط الاستعباد. نحن من هنا نقول ليس للاستعباد في حضرموت، ونحن نقول لهم أن حضرموت واحدة، حضرموت الجنوب والجنوب حضرموت. شاهدنا وإياكم مشاهدينا الأكارم هذا الاستطلاع، طبعا هذه فئة بسيطة من أبناء ساحل حضرموت تتحدث عن أن جميع المكونات وجميع المواطنين هنا في حضرموت في صف الدولة الجنوبية. أيضا تحدثوا عن هذه المكونات والأحزاب التي اجتمعت في الرياض، طبعا هذه المكونات بحسب هذا الاستطلاع أنها اجتماعهم للتكسب المادي وليس خدمة لحضرموت، كون هذه الشخصيات بعضها والكثير منها هي شخصيات مجربة، والبعض منهم لا زال على هرم السلطة هنا في محافظة حضرموت. للمزيد حول هذا الموضوع سينضم إلينا عبر الهاتف الزميل والصحفي عبيد واقد، الصحفي والناشط السياسي والمجتمعي. أهلا بك أخي عبيد. أهلا وسهلا بك أستاذ علي وكافة متابعي قناة المكلا. أهلا فيك أستاذ عبيد. طبعا قراءتك للمشهد الحالي في محافظة حضرموت والجنوب بشكل عام بعد المعترك السياسي الحاصل حاليا، وأيضا الاصطفاف الجنوبي الذي شهدته مدينة المكلا قبل عدة أيام في احتضانها للدورة السادسة للجمعية الوطنية.
طبعا بالنسبه للمشهد السياسي هو يدخل ضمن اطار المشهد السياسي العام الحاصل في اليمن، سواء كان من صراعات او نزاعات متواصله، ولم توجد هناك حلول حقيقيه لانهاء هذا الوضع العام الذي يحصل في اليمن. بالنسبه للمشهد السياسي في الجنوب خلال الفتره الاخيره، في هنا خطوات متقدمه دام فيها سواء كان مجلس الانتقالي او المكونات الجنوبيه الاخرى، وهي في من خلال الحوار الوطني الذي اقيم في عدن في الفترات الماضيه. نعم. نعلم وجهه نظرنا، نعتبر بهذه الخطوات هي خطوات متقدمه وجيده، تصحح من الوضع السياسي المتخبط الحاصل في اليمن، وتلمم شتات هذه المكونات السياسيه سواء كان في الجنوب او في الشكل العام ضمن الصراع الموجود في اليمن. هذه الخطوه تعتبر من ضمن الخطوات الطيبه المتقدمه في العمل السياسي المنظم في ضمن اطار المكونات السياسيه المتواجده في المحافظات الجنوبيه. هي خطوه جيده بين بما قام بها المجلس الانتقالي. نعم نعم اخ عبيد، المكونات السياسيه العامه في تحت اطار مكون واحد قوي يمثل قضيه واضحه وصريحه وهي القضيه الجنوبيه. نعم اخ عبيد، لو تحدثنا عن الوفد الحضرمي الذي يتواجد حاليا في الرياض، طبعا الشارع في حضرموت يمتعض من اجتماع المكونات الحضرمية وخروجها عن الصف الجنوبي، كيف ترى هذا الاجتماع برأيك؟ المكونات الحضرمية المتواجدة إذا كان في هناك فعلا خطوة حقيقية يعني تقدم ضمن إطار القضية أو القضية بما تسمى قضية حضرموت. نعم. والحفاظ على مكتسباتها ومكوناتها ضمن إطار سواء كان إقليم موجود في إطار الدولة القادمة أو شكل الدولة القادم، فهي خطوة جيدة. ولكن إذا كان هذه الخطوة أو الذهاب إلى الرياض ضمن إطار الخطوات التي لم تتم من قبل السابق ونفسها نفس الخطوات التي تمت من قبل ولم يحصل أي شيء، يا القضية الجنوبية يجب أن يكون هناك إجماع حضرمي واضح ضمن إطار خارطة طريق واضحة وصريحة، بحيث أن يكون لحضرموت قيمتها الحقيقية من الناحية السياسية سواء كان أو الشعبية، امتعاض الناس هنا في الشارع، لأن الناس لم تحدث لهم الخطوات الإيجابية من سابق. هناك الكثير من الاجتماعات وكان على المجتمع المدني وكان في إطار المكونات نفسها أو في إطار الاجتماعات المحلية أو الإطار سواء كان في إطار الاجتماعات الإقليمية أو الدولية التي حصلت من قبل. نعم أخ عبيد، أليس من الأولى أن تكون اجتماعات هذه المكونات القبلية أو المكونات السياسية تابعة للأحزاب الشمالية للأسف، والتي أعلنت ولائها للشمال في فترات سابقة وحتى في الوضع الحالي، أليس من الأولى أن تكون بقرب من المكونات الحضرمية التي تنتمي للرؤية الجنوبية نحو استعادة الدولة، أليس الأولى والأقوى لها أن تكون بجانب هؤلاء الحضارم؟ هو هناك استاذ علي، طبعا في هناك اصلا التباينات موجوده والقضايا موجوده. نعم. حضرموت قضيتها برضه موجوده، يعني باعتبارها انها هي المحافظه التي تورد لخزينه الدوله سواء كان في الشمال او الجنوب او غيرها، هي الارض الثروه، ارض المساحه، ارض الناس، هي محافظه بمكوناتها سواء كان الجغرافيه او غيرها. أو الثروات، يجب أن يكون هناك انصاف حقيقي لحضرموت ولقيمتها ولكوادرها ولأهلها بانصاف حقيقي سواء كان. أما بالنسبة للخطوة التي تقوم بها بعض المكونات الحضرمية سواء كان اجتمعت الرياض أو اجتمعت حضرموت، هي تعتبر من الخطوات الإيجابية التي تكون في إطار حل السلام شامل سياسي منصف موجود في اليمن. هي تأتي ضمن إطار التي قام بها المكونات أو مجلس الانتقال للمكونات الجنوبية في حلحلة هذا الوضع السياسي المتفكك الموجود في الجنوب. كذلك من حد حضرموت وأبناء حضرموت والمكونات الحضرمية، نحن يا أستاذ علي مع أي حوار سياسي شامل للمكونات يصل إلى
رؤية واضحة وصريحة يعني يتبناها الشعب ويقتنع بها الناس. نعم. هذا شيء طبيعي أن الناس تكون يعني عندها وجهة نظر في ما قامت به المكونات السياسية. لكن نحن برضه كذلك نعمل على خطوات أن يقوم بها هذه المكونات التي ذهبت للرياض في حل حقيقي ومقنع يرضى به الشعب وليس يرضى به أشخاص أو مكونات بعينها يعني. نعم أخي عبيد، ولكن اجتماع هذه المكونات التي اجتمعت في الرياض اجتماعهم لم يخرج مثلا ببيان يندد بإزالة أو خروج القوات المنطقة العسكرية الأولى المصدرة والحاضنة للإرهاب في وادي حضرموت، أيضا لم يتحدث عن المطالب الكبيرة التي طالب بها أبناء حضرموت في الفترة الأخيرة وهي فرض السيطرة على منفذ الوديعة وإحلال قوات المنطقة أو إحلال قوات النخبة الحضرمية على كافة الأراضي الحضرمية. هو يا أستاذ علي طبعا هنا في تباينات واضحة وصريحة في موضوع فيما يحصل الآن من اجتماع المكونات الحضرمية في الرياض، ونحن لكن نعمل إلى الآن هي لم توضح الرؤية، لكن خلال قراءتنا للمشهد الأخير هذا أو التحركات الأخيرة المتوافقة السلطة المحلية سواء كان مثلا بالمحافظ الماضي أو المكونات، ففي هناك توافق وفي هناك تم لجان منظمة تمشي وفق محاور سياسية واضحة وصريحة، ولكن إلى الآن لم يتبين مخرجات هذه اللقاءات. لكن في هناك متغيرات حاصلة خلال هذه اليومين ويمكن أنتم شاهدتوها أو الغير يتابعها بشكل واضح، واليوم ما سيلتقي 22 موفد من وفد من الاتحاد الاوروبي الذي وصل الى الرياض يوم عام حسب ما جاء في اخبار المحافظه. نعم اخي عبيد، لكن بعض اثار الحديث حول بعض المكونات تتحدث عن ما جدوى وجود المحافظ خارج المحافظه، والمحافظه تعاني من ازمات كثيره، المحافظه تعاني انت كمواطن حضرمي معاناه منغصات للحياه، لا كهرباء لا ماء يعني بشكل مستمر، ما جدوى وجود المحافظ خارج المحافظه؟ والمحافظه هنا تعيش الشتات، فساد مستشري في كافه المرافق الحكوميه، الجميع يتحدث على ذلك، ما هو رأيك في هذا؟ الحقيقة نحن نشوف أن وضع المحافظة على أقل أكثر استقرار من المحافظ السابق الذي عاد في هذه المحافظة ودهور بالخدمات. يعني نحن نعتبر نحن لسنا مع السلطة المحلية، ولكن إذا السلطة المحلية تتجه في الاتجاه الصحيح سنساندها بقوة. الخطوات التي يقوم بها الأخ المحافظ سواء كان في لقاءاته مع السفراء الآن هي خطوات مهمة جدا كما حضرموت، يعني نحن لا نستهين بهذه الزيارات او بهذه اللقاءات التي تتم من قبل سلطه محليه تحاور دول كبيره بهذا الحجم. اليوم ان ياتي وفد الاتحاد الاوروبي الى الرياض ويجتمع في سواء كان في المحافظه بالمكونات، في هناك دعم لخطوات حضرموت، وهذا شيء لا اعتقد ان احد يختلف فيه طاقا. نعم الكل طبعا لا يختلف عن كون حضرموت ايضا تلبي متطلبات حضرموت، الكل لا يختلف حول ذلك أن تكون حضرموت تسعى لإعادة وهجها السابق، ولكن أيضا أخ عبيد المعترك السياسي الحاصل يعني ما جدوى وجود السلطة المحلية في هذا المعترك والمحافظة تعاني كثيرا مثل ما أسلفنا؟ وجود السلطة المحلية في على حسب ما ذكرت لك هذه حوارات تخص حضرموت خالصة. خص وضع حضرموت بشكل عام، فمن حق السلطة المحلية تكون موجودة، وبرضه من حق المكونات السياسية أن تساند السلطة المحلية وفق العبوف والخطوات تخدم حضرموت. هذا شيء طيب لا يمكن أن يختلف فيه الجميع، سواء كان حتى المختلفين لا أعتقد أنهم يختلفوا في ذلك. يعني وجود برضه السلطة المحلية في حضور المجلس الانتقالي الجنوبي للمكلة كانت موجودة السلطة المحلية الأمين العام موجود استقبالهم وترحابهم، مرافق الدولة أو مدراء مرافق الدولة موجودين، بعض وكل المحافظة موجودين في استقبالهم. لا يعني هذا أن نحن أن السلطة المحلية تقف مع مكون واحد أو أي أحد يجي إلى حضرموت بهذه الطريقة أو باحترام لحضرموت ومكانتها
نحن برضه نأيد خطوات فيما قام به. نعم أخ عبيد القل، ونحن برضه بدورنا نتمنى أن تحظى حضرموت بما افتقدته في السابق. نتمنى أن تكون حضرموت في مصاف المحافظات المتقدمة وعلى استعادة الدولة الجنوبية. نتمنى أن تكون حضرموت صفا واحدا. هل من كلمة أخيرة في هذا اللقاء أخ عبيد؟ الحقيقة نحن نتمنى أن تكون حضرموت لها مكانتها الحقيقة، سواء كان في الدولة الجنوبية أو شكل الدولة. نحن لا نختلف الآن حاليا في شكل الدولة كوجهة نظر، نحن نختلف في مستحقات حضرموت بما يتوافق مع مكانتها الحقيقية وقيمتها في اليمن كاملة أو في إطار الدولة الجنوبية. شكل الدولة هذا في ستاتي في المرحلة القادمة، لا نعلم بأي شكل ستأتي الدولة بسبب هذه التخبطات السياسية الحاصلة في اليمن بشكل عام، ولكن نامل أن تكون استقرار حضرموت بقيمتها بمكانتها بثروتها يديرها أبنائها لها الحد الكلمة الأولى والأخيرة لأبنائها. هذا أمر مهم، ولا أعتقد أن أي أحد يختلف في ذلك إطلاقا. نعم الكل يأمل ذلك، الصحفي والناشط السياسي والمجتمعي الأخ عبيد واقد، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لك. طبعا مشاهدينا، زي ما أسلفنا وزي ما سمعنا من أخي الصحفي والناشط السياسي عبد واقد، أن حضرموت لابد أن تكون كهناك كلمة لأبنائها. حضرموت لابد أن تحصل على حقوقها، وقد نطقت بذلك القيادة السياسية في المجلس الانتقالي والجنوب بشكل عام، أن حضرموت ستحظى بحقوقها، ولكن يجب على كافة المكونات السياسية في حضرموت أن تجتمع على قلب رجل واحد، والخروج من هذا النفق المظلم الذي تعيشه البلاد حاليا في ظل الجماعة الحوثي الإرهابية وتهديداتها المتواصلة. لابد أن نكون يدا واحدة، ونأخذ بالمثل تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرا أحدا. نتمنى أن تجتمع المكونات السياسية الحضرمية على طاولة واحدة للحوار والخروج برؤية واحدة تعطي حضرموت حقها ومكانتها التاريخية. حلقتنا انتهت لهذا اليوم، ونتمنى أن نكون وفقنا في تقديمها لكم. تحياتي وتحيات طاقم البرنامج، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.